معانا الكابتن سامي قمصان، طبعا مدرب النادي الاهلي. بنقول لك الف مبروك يا كابتن، وان شاء الله عقبال الرباعيه والخماسيه. مساء الخير عليك. سامي يا كابتن، طبعا تحياتي ليك ومبروك عليك، طبعا مبروك النادي الاهلي. مبروك يا كابتن، ربنا يخليك. الف مبروك، الف مبروك. ومباراه ماراثونيه، ودايما البطل بس مش في بدايه المشوار، البطل هو اللي بيعدي الخط، وهو زي ما بيقولوا بلغه كده العاب القوه، هو اللي بيقطع خط النهايه، والنادي الاهلي دايما بيقطع خط النهايه ببطوله جديده. بنقول لك الف مبروك يا كابتن، وعايزين نعرف يعني الفرحه اللي كانت، وكنت بتكلم على اوضه اللبس، تفسر بايه يعني اول حاجه عملوها لعيبه النادي الاهلي، ان هم اتصلوا طبعا بوليد سليمان الفيديو كول، اتصلوا كمان بمؤمن زكريا، وده اللي بتكلم عليه. اوضه اللبس هي مفتاح فوز وروح النادي الاهلي. وليه دايما كابتن حضرتك طبعا عشتها، واحنا عشناها قبل كده، لعيبه النادي الاهلي بتلتزم في كل حاجه، سواء في تفكيرهم، سواء في روحهم، سواء في انقاذ لذاتهم يعني، او وازاي يوصلوا ان كل الناس بتشتغل عشان النادي الاهلي مش عشان اشخاص يعني. والحمد لله ده كان واصل جدا للجمهور، واصل جدا في اللبس. وقبل كده البطوله للناس كلها واللعيبه كلها، وفي البدايه من الكابتن ومجلس الاداره وعد اللي هو ان شاء الله تكون بطوله مؤمن. الحمد لله قدرنا نوفي نقدر نديها له، وده يعتبر اقل حاجه طبعا ليه. النهارده نفس القصه، الموقف ان اصابه وليد واصابه ديانج والناس اللي كانت بعيده عننا، وسعد سمير برضه نفس القصه، ان اللعيبه كلها تكون حابة اللي هم يكون معانا من خلال اللي هم يكلموهم او من خلال اتصالهم بيهم. فطبعا دي حاجه مش غريبه، المواقف اللي بتحصل سواء بقى في اوضه اللبس، مساعده اللعيبه، اللعيبه زمايلهم في الملعب، موقف علي لطفي، وازاي قد ايه كان حريص ان هو ينقل خبراته وينقل الحاجات اللي هو شافها او عرفها، ويبقى عين الشناوي يا كابتن سامي. طريقه تصويب، فبرضه دي حاجه جميله. الروح اللي كانت موجوده، اللعيبه اللي موجوده عندنا، محمد شريف والموقف اللي هو كان اسمه مش فارق، بس طبعا كان الكورونا اثرت عليه طبعا. فكل الروح دي اعتقد كانت هي اللي ادتنا القوه، بتدي النادي الاهلي القوه، بتديله ان دايما التوفيق يجي من خلال الحاجات دي يا كابتن. لان حضرتك عارف طبعا دي حاجه مهمه جدا جدا يعني، ان الروح كلها تبقى واحده، اعتقد التوفيق ده لازم يجي يعني. والحمد لله، وده اللي احنا الحمد لله حصدناه، ودايما ان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله للجمهور. امبارح في لقطه حصلت في ضربات الترجيح، وانا مش عارفه، انا عايزاك انت تشرح لي المشهد ده، لانه كانت الكاميرا عليك انت. معرفش في اخر كوره تقريبا للشناوي، معرفش انت كنت تقريبا مداري وشك عن قصد او بدون قصد، وبعدين سالت اللي حواليك يعني الماتش خلص، هو صح حصلت حاجه كده؟ انت كنت مداري وشك بقصد يا كابتن؟ انا كنت طبعا كنت خايف جدا يعني، بس في نفس الوقت كنا عندنا ثقه يعني. الراجل قال لي شناوي في الظهر، حازم ما تقلقش. بس سامعاك كويس، معلش انا بيقول ما يقلقش يعني، بيهدوه. مستر مستواني قال لي انا حاسس ان شناوي في الظهر، وانا كنت متاكد كده وكنت خايف جدا يعني. فالحمد لله يعني. دي انهي ضربه؟ انهي الضربه الاخيره؟ اخر ضربه اللي هي بتاع دي حقيقه. اوكي يا حسين، حتى والله يا كابتن التوتر وكده، احنا يعني انا جات لي لحظه كده، لا ان احنا لسه ناقصنا واحده كمان. ما على فكره نفس الكلام وصل، لو تلاحظ ان الشناوي بعد ما الكره خرجت ضربت في القائم وخرجت، وهو بيفرح سال الحكم، فالحكم قال له خلاص يعني. فده بيدل انها كانت مباراه ماراثونيه طويله جدا، ومرته على ظروف صعبه. بنتكلم على مباراه نهائي من مباراه بطوله. خلينا نتكلم واخد راي حضرتك في نقطه كنت بتقولها، ان دايما المباريات اللي بتوصل للدقيقه 120 وبعدين توصل لضربات الجزاء، انا في اعتقادي دي بتبقى فرحتها كمان مضاعفه بشكل كبير جدا، غير لما تكسب مثلا الشوط الاولاني. كنا نتمنى طبعا المباراه تنتهي في الشوط الاول، لكن كمان فرحه اللعيبه وفرحه الجهاز الفني بتبقى اكبر، والجماهير كمان فرحتها بتبقى اكبر، رغم يعني الله يكون في عون الجماهير، وانا واحد منهم كان قلبي بيقع في كل ضربه جزاء، لكن الفرحه بتبقى كبيره، ولقطه الشناوي والفرحه الكبيره طبعا فرحه كبيره طبعا. لكن حضرتك عارف كابتن، مباريات الكاس بتبقى كلها فيها متغيرات كتيره جدا. صحيح. احنا الفرق كلها واحده، لان كل الفرق خصوصا الفرق اللي ما بتبقاش بتنافس بيبقى بالنسبه لها كاس مصر دوت حق مشروع، لانها بطوله تعتبر سهله في خلال اربع مباريات او خمس مباريات بتحقق بطوله. صحيح. نفس الوقت بتبقى حضرتك 50 50 مع الفرق. يمكن احنا برضو اللي عانينا منه يا كابتن، ان احنا في خلال 10 ايام
لعبنا ثلاث مباريات مؤثرين جدا جدا. طبعا طبعا. ضغوط كبيره جدا، البطوله القاريه زي بطوله افريقيا مع قسم نادي الزمالك، الضغوط اللي حصلت للعيبه وده قد ايه كانوا عايزين يحققوا البطوله الغاليه ديت الغايبه علينا. نفس الوقت بتلعب باهداف اربع ايام مباراه كبيره جدا في السيمي فاينل مع الاتحاد وتعمل فني كبير وتبقى متاخر وترجع الحمد لله. بعدين بتلعب برضه مباراه نهائيه بقى في بطوله برضه غايبه علينا بقى لها فتره في تاريخ انت تقدر تفكره من خلال انت يعني بالمرات دي اعتقد ثالث مره اللي احنا نحقق فيها الثلاثيه. صحيح. فكل ده انت بتعمل تاريخ وبتعمل انجاز كبير ليك ولناديك وشخصك انت وتبقى تاريخ ممتد ان شاء الله يتكرر اكثر من مره بس انت حطيت بصمه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي اللي انت بتحقق فيه. ولسه اللي جاي ولسه اللي جاي يا كابتن سامي. احنا طبعا جماهير النادي الاهلي دايما لما بتقفل احنا دلوقتي خلي بالك كابتن سامي صوتي ده صوت جماهير النادي الاهلي. احنا قفلنا عندنا رباعيه ان شاء الله بطوله السوبر المصري وعندنا الخماسيه باذن الله السوبر الافريقي فزي ما احنا متعودين وانتم كمان متعودين واللعيبه متعوده ان شاء الله قفلنا الصفحه فرحنا اتبسطنا لكن كمان في مشوار اعرف من حضرتك استعداداتكم ايه للفتره اللي جايه سريعا وطبعا استعدادات لي اكيد للدوري المصري والسوبر الافريقي والسوبر المصري ان شاء الله. هو زي ما حضرتك قلت برضو يا كابتن وبنعاكد عليها طبعا وده اللي اتعودنا عليه دايما في النادي ان يعني انت بتخلص بطوله بتفكر في بعد كده. الحمد لله احنا الحمد لله حققنا ثلاثيه زي ما حضرتك قلت ولسه قدامنا تحدي اكبر في السوبر مهم جدا وعشان الدوري هتبدا ان شاء الله يوم 13 اول ماتش لينا مع المقاصه وعندنا سوبر ان شاء الله محلي باذن الله مع نادي الجيش برضه فاعتقد ان احنا ناخدها خطوه خطوه عندنا استعداد دلوقتي لمباراه المقاصه اخذنا يومين اجازه نرجع ان شاء الله يوم الثلاث نستعد كويس لمباراه المقاصه وبعد كده ان شاء الله نستعد اكثر بقى للبطوله ان شاء الله مهمه بالنسبه لنا ورباعيه ان شاء الله نقدر نحققها عشان نفرح فرح جمهور النادي الاهلي ويبقى ان شاء الله زي ما وعدناك يا كابتن يمكن انا كنت مع حضرتك في معسكر في اللقاء اللي قبل كده وقلت لحضرتك ان احنا هنقاتل على كل البطولات اللي احنا بنعملها اللي احنا بنشارك فيها الحمد لله وفينا ان شاء الله بنوز جمهور النادي الاهلي برضه الفتره اللي جايه بطولتين مهمين جدا ان شاء الله يتضافوا لرصيدنا ورصيد جمهورنا ورصيد النادي كله ان شاء الله نحققهم ونفرحكم اكتر واكتر بيهم. على خير على خير يا كابتن سامي. شكرا جزيلا ليك. شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ. شكرا لموسيماني. شكرا لكل الافراد المعاونين للجهاز الفني في النادي الاهلي. شكرا جزيلا ليكم والف الف مبروك يا كابتن. فقرتنا خلصت. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل اثنين من نجوم الكبار كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن ابراهيم هلهول وفقرتنا الحواريه الاولى في البيت الكبير.